أخبار اليوم. فنان أحمد زاهر بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم، وبنقول لك كل سنة طيب بمناسبة رمضان. والنهاردة من سهل حشيش حدث كبير، برنامج عالمي بيتعمل بالعربي والأول مرة في الشرق الأوسط، وزي ما احنا سامعين حفلة كبيرة. عايزين نعرف ايه انطباعك وايه انطباعك عن سهل حشيش؟ والله يعني انا مبسوط جدا ان انا مشارك في الايفنت دوت، وده برنامج طبعا زي ما انت قلت كده برنامج عالمي وناجح، واتعمل منه كذا نسخه، ودي النسخه العربي اللي هتتعمل في مصر. فطبعا احنا بندعم دوت، بس الاهم من البرنامج كمان ان البرنامج ده هيتصور في سهل حشيش في الغردقه الجميله في مصر، ودي متهيألي رساله للعالم كله ان مصر هي بلد الامن والامان، وهو بنصور فيها برامج عالميه كمان واخد بالك. وبعدين يكفي ان احنا هنوري للناس كلها جمال سهل حشيش وجمال الغردقه وجمال مصر. احمد، منتظرين منك ايه جديد؟ احنا عارفين ان السنه دي مفيش حاجه في رمضان، فمنتظرين منك ايه جديد؟ ان شاء الله في فكره جات لي حلوه جدا لسه بيبداوا يشتغلوا عليها دلوقتي، مسلسل 60 حلقه ان شاء الله بعد رمضان باذن. مسلسل فكرتك؟ لا مش فكرتي، فكرة جات لي يعني فقلت اوكي عليها، ولسه بيتكتب يعني، لسه حتى ما تحطلوش اسم يعني. طبعه ايه؟ دراما ايه؟ اكشن. دراما اكشن. الاكشن دلوقتي احنا بنشوفه مختلف شوية، واخد شوية من طابع السينما الامريكية، ما بقاش زي الاكشن بتاع اللي احنا عارفينه، اللي هو او يا مثلا بيبقى اكشن بلطجة يا مثلا اكشن مودرن يعني. لا هو بس هو بص هو سيبك من الاكشن بتاع زمان ده علشان ده كان يضحك واخد بالك. على فكره ما فيش اي مانع ان احنا ناخد من خبرات من بره ونحاول ننفذها، ده ما ده 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 ما يعيبناش، المهم نعرف ننفذ الاكشن صح، هو ده المهم. لازم يبقى فيه مخرج مش بس السكريبت رايتر يعني، وانتاج لازم يبقى فيه مخرج يقول انا هعمل ايه، والانتاج يقدر ان هو يصرف على الشغل اللي قال عليه المخرج. يعني هنشوف 60 حلقة مختلفين. يا رب دليل ان شاء الله. تمام. من متوقع هتلعب دور ايه؟ لا صعب دلوقتي اصرح بحاجة لما يكتب الاول ان شاء الله.